أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي رافاروف على عدم وجود حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا. وقال رافاروف خلال مؤتمر صحفي في ختام المباحثات عن بعد بين وزراء خارجية روسيا والصين والهند أنه لا وجود لحل عسكري لهذا الصراع، وهذا هو حجر الزاوية في جميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وجميع الإعلانات التي تم اعتمادها في العديد من الفعاليات بما في ذلك مؤتمر برلين في يناير من هذا العام.